مرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونتناول سيرة الشيخ الخاشع الوقور أحمد محمد عامر رحمة الله عليه مع فضيلة العلامة الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحبي الفضيل. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. حبا. أولا حابب أقف عند تسمية الشيخ عامر رحمة الله عليه بالشيخ الخاشع الوقور، فزي كانت بداياته وتعلم إزاي عشان يصل إلى هذه المرتبة وهذه الصفات الرائعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله تعالى هو من مواليد 1927، ومن الله علينا وعلى مصر وعلى العالم بأن مد في عمره وانتقل إلى جوار ربه سنة 2016، 89 سنة ما شاء الله. وده كما رأينا في قمم القراءات يعني مش كتير، فالله سبحانه وتعالى من علينا به ومن علينا بمدرسته. ولد الشيخ في فقوس بالشرقية وحفظ القرآن، ثم بعد ذلك بدأ في التلاوة، وكان الأستاذ بتاعه كان اسمه الشيخ عبد السلام الشرباز. الشيخ عبد السلام ده يبقى جد الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية اللي تولى بعد الشيخ أحمد هريدي. الشيخ أحمد هريدي قعد من 60 لـ70، وجه بعده الشيخ محمد خاطر. الشيخ محمد خاطر يبقى زميل الشيخ أحمد عامر اللي احنا بنتكلم في سيرته العطرة دلوقتي، زميله، وهما تلميذان عند الجد عبد السلام الشرباصي. عبد السلام الشرباصي سمع الولد أحمد الصغير ده، هو اللي احنا فضيلة الشيخ أحمد بعد كده، وخدوا في الليالي وكذا، علشان وكان عالم كبير من علماء التجويد ومن علماء القراءات. بعد كده الشيخ مواليد 27، بعد كده بقى نزل إلى القاهرة. نزل إلى القاهرة وهو بعد ما سمعوا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري الله يرحمه، لما سمعوا أعجب بيه، وبعدين ربنا بعت ليلة فيها الاثنين مع بعض، الشيخ عامر والشيخ الحصري، الشيخ أحمد عامر والشيخ محمود الحصري. فالشيخ الحصري قرأ، وقف عند آية، راح الشيخ أحمد عامر هيقرأ بعده، المتمكن من القراء يقرأ من حيث وقف الأول، اللي مش متمكن يقرأ من أي حتة هو عايزها، متمكن هو فيها مراجعها وضابط الأمور. فراح الشيخ محمود خليل الحصري وجد أنه قد تلا من بعد ما وقف. يبقى ده دليل التمكن كبير على التمكن طبعا، وعلى الثقة بالنفس، وعلى جودة الحفظ والاسترجاع. فهنأه على ذلك، قال والله يا شيخ عامر انت أذهلتني، الله، انت راجل متمكن وربنا يفتح عليك. وصارت صداقة كبيرة بينه وبين الشيخ محمود خليل الحصري، صداقة التلميذ لشيخ، الشيخ خليل أكبر منه بكتير. لكن كان تحت عبايته كتير. لما تيجي تسمع الشيخ أحمد عامر كتير في البدايات
تفتكروا الشيخ الحصري. هو صوت فيه كتير بصراحة يعني فيه. وبعدين تكتشف انه ده مش الشيخ الحصري لغاية ما يميز شوية كافة التلاوة. يعني الله، هو ايه الحكاية؟ الراجل ده بقى كانت ليه رحلات كتيرة قوي، وربنا قدر تعلق مسلمي لندن به حقيقي. فراح في لندن دي 25 سنة، كل رمضان في كل رمضان يطلبوا الشيخ اللي هم بيحبوا ده. ايه بقى سر الحب؟ انه كان يفطر في المركز الاسلامي ويفضل لغايه الفجر. الناس ما بتعملش كده، يروح يصلي العشاء يجي لهم بعد العشاء وبعدين يقوم بيهم بالتراويح ويروح. مظبوط. لكن هو من تعلقه بهم ومن تعلقهم به عاش الفتره دي، فكانوا يحبوه قوي لاجل المعنى ده.